الحياة كل واحد بينتسب إلى حاجة. في ناس بينتسبوا إلى الدنيا، دول اسمهم أهل الدنيا، وفي ناس بينتسبوا إلى الآخرة اسمهم أهل الآخرة. يوم القيامة بقى بيتقرر مجموعة من الناس، في ناس ربنا بيسميهم أهل الجنة، وفي ناس ربنا بيسميهم أصحاب الأعراف أو أهل الأعراف، اللي هم يعني بيقال إنهم وقفوا بين الجنة والنار ولم يقض فيهم بعد، وفي ناس بقى اسمهم والعياذ بالله أهل النار. في ناس تانية بقى مختلفة تماما خالص اسمها مختلف عن الأسماء دي، ما هو يا دنيا يا جنة، لكن في ناس ليهم تعلق بالله الواحد الأحد اسمهم أهل الله. الناس بقى اللي عبدت ربنا اللي هم اسمهم العباد الربانيين لقيوا ان هم متجهين الى حاجة مختلفة عما يتجه الناس اليه. فاذا اتجه الناس الى الدنيا لم ينظروا الى الدنيا، واذا اتجه الناس الى الاخرة لم ينظروا الى الاخرة، واذا اتجه الناس الى الجنة لم ينظروا الى الجنة، وانما اتجهوا الى شيء واحد، هو انهم اتجهوا الى الله سبحانه وتعالى، فسماهم النبي أهل الله. فربنا قال عن هؤلاء الناس أنهم لا يريدون إلا وجه الله سبحانه وتعالى. أهل ربنا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنهم يريدون وجهه، كانت منهم السيدة رابعة العدوية رضي الله عنها وأرضاها. كانت بتقول لما الليل بيدخل بتناجي ربنا وتكلمه وتقول له: إلهي، هدأت الأصوات وسكنت الحركات وخلى كل حبيب بحبيبه، وقد خلوت بك أيها المحبوب، فاجعل خلوتي منك في هذه الليلة عتقي من النار. المفسرين بيرولنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مجموعة من عظماء المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه إن هم إذا حضروا إنه يخصص لهم مجلس، ويقوم بقى الناس الضعفاء الفقراء اللي بيقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم زي صهيب وبلال وخباب من صحابة النبي. فالنبي لحرصه على الدعوة يعني هم إن هو يعمل كده، فربنا أنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان يثبته: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا ان منزلة العبد عند ربنا سبحانه وتعالى مش بلبسك ولا بشكلك ولا بهيئتك ولا حتى بفلوسك ولا بوجهتك ولا انت ابن مين. منزلة العبد ترتقي عند الله كلما افتقر العبد الى الله، وكل ما كان العبد مش عايز حاجة غير ربنا سبحانه وتعالى، كل ما اتصف بالإخلاص، وكل ما كان عبد حقيقي متصل بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء ربنا يقول عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ويقول له عن التانيين: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. العباد الربانيين ربنا سبحانه وتعالى بيجعل في قلوبهم أنوار، فكل اللي صاحبهم ويقعد معاهم ينال من الخير اللي هم فيه. علشان كده ربنا قال للنبي: واصبر نفسك، يعني استمر في صحبة هؤلاء الأخيار، وجاهد نفسك على أن أنت تصاحبهم وتخالطهم ولو كانوا فقراء، علشان في صحبتهم من الفوائد من المحبة لله سبحانه وتعالى، من إظهار التعلق بالله، من الأنوار اللي هتنزل على قلوبهم اللي ناس كتير ممكن تستفيد بيهم. طبعا هنا ربنا بيعلمنا من وراء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش المقصود هو سيدنا رسول الله، ولكن ربنا عاوز يظهر قدر العباد الربانيين اللي بيعبدوا ربنا بإخلاص. علشان كده يجي أحد العباد الربانيين ويكتب بيتين شعر حلوين قوي، ويقول لك في أولهم: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السادات والوزراء والأمراء. إحساس مهما أوصفه لحضراتكم مش هتقدروا تتخيلوا قد إيه حلاوته وجماله، إنك تقعد مع ناس أول ما تشوفهم يذكروك بربنا سبحانه وتعالى. كل كلام العبد الرباني ما بيبقاش كلام إلا عن واحد بس، هو كلامه عن الله. لما تقعد معاه مش هيكلمك عن الجنة ولا هيكلمك عن الحور العين، هتلاقيه دايما يقولك ربنا، يقولك ربنا ده جميل قوي، ربنا ده كريم، ربنا ده رحيم، ربنا ده حنان ومنان، ربنا أرحم بنا من نفسنا. إحساس مش ممكن حد يتخيله
إلا إنك لازم تقعد تحس بيه مع حد من العباد الربانيين، لازم تشوفه وهو قاعد بيتكلم عن ربنا كأنه بيتكلم وهو يرى الله بعينه. شوف ربنا في كل حاجة، تلاقيه بيحمده، تلاقيه مبسوط قوي بكل ابتلاء ربنا بيبتليه بيه، بيتكلم بلسان المحب وبيسمع بآذان المتيم في حب الله سبحانه وتعالى. لما تقعد معاه هتلاقي ان الدنيا عندك بقت هي الله، هتلاقي ان الآخرة عندك بقت هي الله، هتلاقي ان الجنة هي الله، هتلاقي ان ربنا هو الحب، هتفضل تحب ربنا ومتعلق بيه. عارف العبد الرباني لما بيحب، بيحب ليه وبيحب ازاي وبيحب فين؟ بيحب عشان ربنا، لأنه لا يعلم شيئا في الوجود ولا يعلق قلبه بأي شيء في الوجود إلا بالله سبحانه وتعالى. ما كان لنا إن احنا نطرح الاستكشاف في المنطقة دي إلا إذا كان معانا ترسيم حدود مع أوبروس. وعايز أقول لكل الناس، لو إحنا النهاردة ما كناش عاملين ترسيم الحدود مع أوبروس وخلصان، ما كانش عندنا الفرصة إن الشركات تيجي تشتغل معانا وتعمل بحث وتنقيب. هذا المشروع العملاق يعطي نموذجا جديدا على مدى قدرة مصر على تحقيق إنجازات كبرى على أرض الواقع في زمن قياسي يحطم المعدلات العالمية. عشان الحقل ده يطلع بدل ما يخلص في 7 سنين او 6 سنين، عشان يخلص في سنة ونص، ده تحط 13 مليار، يعني لما تضربهم في 20 ب 260 مليار جنيه في سنة ونص، ويبقى فيه غاز نقدر نطلعه بدري 5-6 سنين على المعاد. كم مليار برميل؟ اضرب في متوسط البرميل تعرف قيمة الكشف ده قد ايه. اجمالي الانتاج ان شاء الله 3 شحنات غاز طبيعي، يقدر نقول انه ده هيوفر لنا 60 مليون دولار شهريا، يعني حوالي 820 مليون دولار سنويا. ان شاء الله بنهاية العام هنقدر نبطل استيراد غاز طبيعي مسال، بالتالي هنوفر 230 مليون دولار شهريا، بمعنى 2.8 مليار دولار سنويا. على نهاية هذا العام هنكون وصلنا للاكتفاء الذاتي بإذن الله. البلاد يا جماعة ما بتجيش بالكلام وبالدلع، البلاد بتبني بالصبر. للإعلان على قنوات القاهرة والناس يرجى الاتصال بشركة ميديا زون على الأرقام التالية: 1. غريبة شوية ان احنا نلاقي الناس ديت مش عايزة اي حاجة غير رضا ربنا وعايزة وجه الله وحده سبحانه وتعالى. فالناس تقول لهم يا عم يعني انت مش عايز حسنات ومش عايز جنة ومش عايز حور عين؟ يقول له انا نعيمي بس في اني ارى وجه الله سبحانه وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الناس الذين لا يريدون الا وجهه سبحانه وتعالى، تلاقي الموضوع عندهم مختلف شوية. تلاقي ان هو مش عاوز يبقى عبد لاي حاجة في الدنيا، حتى بيشوف ان هو لو احب شيء فهو عبد لهذا الشيء، شايف ان هو لو احب الجنة فهو عبد للجنة، فهو مش عايز ينسب نفسه لحد الا لله سبحانه وتعالى. العبد الرباني جاي من حضرة يحبهم ويحبونه، يعني بيحبوه هو بس، يريدون وجهه هو وحده سبحانه وتعالى، فهم عباد ما بيحبوش اي حاجة غير ربنا ولا يريدون الا وجه الله. الناس لما تجادلهم وتقول لهم ازاي يحصل هذا الكلام بيسكتوا، لأنهم واخدين وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس هتشوفهم غرباء، فدايما يقولوا إحنا سلوانا، يعني اللي يصبرنا في الموضوع ده قول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء لهم قوم صالحون، قوم أخلصوا فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ولكنهم قليل في الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قليل في ناس سوء، كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. جه راجل يقال له حمزة ابن دهقان لبشر الحافي العابد الزاهد المعروف، فقال له: أحب أن أخلو معك يوما، يعني أجلس معك على انفراد وتكلمنا كده عن ربنا.
كأنه بيتمثل بقول الله لسيدنا رسول الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وبشر كان واحد من الناس دي، فبشر قال له: لا بأس، نحدد لك يوم وتحضر في هذا اليوم. فبيقول: فدخلت عليه يوما دون أن يشعر، فرأيته دخل قبة فصلى فيها 4 ركعات لا أحسن أن أصلي مثلها، فسمعته يقول في سجوده: اللهم إنك تعلم من فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف، وإنك تعلم من فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى. اللهم إنك تعلم من فوق عرشك أني لا أوثر على حبك شيئا. الراجل بيقول: فلما سمعته بيقول وأني لا أوثر على حبك شيئا، بيقول أخذني الشهيق، يعني ما بقيتش عارف أمسك نفسي من البكاء، وبقيت ببكي بصوت عالي. فبشر الحافي سمع وعرف أن الراجل وراه، وأنه اطلع على عبادة السر اللي هو بيعملها بينه وبين ربنا، وسمع هذه المناجاة، فقال له: اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن هذا هنا، يعني لو أنا أعرف أن الراجل ده هنا لم أتكلم، ما كنتش اتكلمت بصوت عالي. ما العباد الربانيين مش عايزين حد يعرف عنهم حاجة، ولا عايزين حد حتى يثني عليهم ثناء حسن. أوحى الله تبارك وتعالى إلى سيدنا داود، قال له: يا داود، إن لي عبادا أحبهم ويحبونني، وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي، إن قلدتهم يا داود أحببتك. فقال داود: يا رب دلني عليهم. فقال سبحانه وتعالى: يراعي الظلال بالنهار ويحنون إلى الليل كما تحن الطيور إلى أوكارها حتى إذا جنهم الليل، يعني دخل الليل عليهم، وخلى كل حبيب بحبيبه، فرشوا إلي وجوههم ونصبوا إلي أقدامهم وناجوني، يعني كلموني وخطبوني، وناجوني بكلامي وتملقوا إلي بإنعامي، يعني قعدوا يذكروا نعمي عليهم. فهم بين صارخ وباك وبين متأوه وشاك. أتعلم يا داود؟ أعطهم 3 أشياء. الأول: لو كانت السماوات 7 والأرضون 7 في ميزانهم يوم القيامة لاستقللتها عليه، يعني لو كانت السماء والأرض 7 سماوات و7 أراضين في ميزانهم يوم القيامة حسنات، ربنا سبحانه وتعالى يستقلها عليهم، يعني يقول دي قليلة في حقهم. والثاني ده أعلى بقى من الحسنات اللي في ميزان حسناتهم دي كلها. الثاني: أقذف من نوري في وجوههم وقلوبهم. والثالث: أقبل عليهم بوجهي. أفرأيت يا داود من أقبلت عليه بوجهي؟ أيعلم أحد ماذا أريد أن أعطيه؟ العباد الربانيين اللي تحققوا بإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، وتحققوا بقوله ألا لله الدين الخالص، بيكفيهم شرف إن ربنا سبحانه وتعالى يؤمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له بلسان الحال: هؤلاء موضع نظري، الناس دي اللي أنا بنظر إليهم وأتوجه إليهم، ولإخلاصهم العبادة لوجهي وإرادتهم لي دون غيري أكافئهم في الدنيا بأن تكون أنت يا محمد جليسهم. يعني سيدنا محمد لما يقعد معاهم هيقعد معاهم رحمة ربنا كلها حتى يلقوني يوم القيامة. روى سيدنا أبو داود عن سيدنا أبي سعيد الخدري إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين، وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري، وقارئ يقرأ علينا، يعني في مجموعة من المهاجرين الفقراء اللي مش لاقيين اللي يستر حالهم، هي كانت دنيتهم كده، ولكن فيه واحد قارئ من القرآن بيقرأ. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، يعني وقف كده على الحلقة اللي هم قاعدين بيقرأ فيها القرآن، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ، فسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم: ما كنتم تصنعون؟ يعني بتعملوا ايه؟ فقالوا له: كان قارئ لنا يقرأ علينا يا رسول الله، فكنا نستمع إلى كتاب الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم.
سيدنا أبو سعيد الخدري بيقول: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا، لما كان بيحكي عن المجموعة اللي النبي دخل وقال لهم بتعملوا إيه، وقال: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معه. فبيقول جلس رسول الله وسطنا علشان إيه؟ علشان ينفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى، ليعدل بنفسه فينا. ثم قال: بيده هكذا، يعني أشار إليهم إن هم يتحلقوا. طبعا بيحكي في أول حديث إن هم كانوا بيستتروا بعض، بيقول: ظهرت وجوههم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري. يعني النبي ما عرفش أي حد منهم إلا أبو سعيد الخدري راوي الحديث. فالنبي قال لهم إيه بقى؟ أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين، يعني فقراءهم اللي ما بيقبهش ليهم، اللي الناس ما بتبصلهمش. بس مش بس إنه يبقى فقير، لا، ده قلبه متعلق بربنا سبحانه وتعالى. الفكرة مش في إنه فقير، الفكرة في تعلقه بالله سبحانه وتعالى. يعني لو أنت ربنا جمع لك الدنيا كلها بكل غناها بكل أموالها بكل مظاهرها وأعطاها لك، وقلبك كان معلقا بالله، هتبقى مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ومش هتنظر إلى الدنيا، هتبقى مع الناس دي. أبشروا بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذاك 500 سنة، لو وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. روي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج وجلس بينهم وقال: رحبا بالذي عاتبني فيهم ربي. العبد الرباني بيوصل لدرجة المحبة ولدرجة الربانية أول ما بيبيع نفسه ويصبح لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى، زي ما ربنا بيقول: ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. ربنا بيقول عنهم كمان في أعمالهم إن هم بيعملوا الأعمال دي لله وحده سبحانه وتعالى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الناس دي مش عايزة لحد يعرفها ولا عايزة لها شهرة، عايزة تفضل مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، مستترة بحب الله، بينها وبين ربنا عمار. بيروي أهل التاريخ والسير إن في واحد اسمه صلة ابن أشيم رضي الله عنه وأرضاه، حضر معركة في الشمال مع جيش المسلمين، فلما جن عليه الليل، والليل ده بقى هو سترة المحبين، تلاقيهم أول ما يدخل عليهم الليل يختلوا بالله سبحانه وتعالى، إما بذكر وإما بصلاة وإما بمناجاه. فقام يصلي ويدعي ربنا سبحانه وتعالى ويناجي ربه ومولاه حتى أظلم عليه الليل. فأحد الصحابة بيقول: أنا طلعت شجرة وشفته هو ما شافنيش، وإذا بالأسد يخترق الغابة ويقف إلى جوار صلة ابن أشيم، هو واقف بيصلي والأسد واقف جنبه. فصلة المنشغل بالله سبحانه وتعالى الذي لا يريد إلا وجه الله، ونظر إلى الأسد وقال له: إن كنت أمرت بقتلي أو بأكلي فتقدم، وإن كنت لم تؤمر بذلك فاذهب في أرض الله واتركني أناجي الله. بيضحي بالدنيا كلها مش فارق معاه، لأن قلبه متعلق بواحد بس، قلبه متعلق بربنا سبحانه وتعالى. الفزأر الأسد زئيرا كاد يخلع قلبي، يعني قلبي كان هيتشال. ثم انطلق واستمر صلة في صلاته. بيقول بقى: فلما أصبحنا رأيت من الفطور والكسل ما الله به عليم في وجوه الناس، ورأيت صلة وجهه كفلقة القمر ليلة التمام. العباد دول أخلصوا عبوديتهم لله سبحانه وتعالى وعلقوا قلوبهم بالله وحده، فأفاض الله عليهم من الأنوار ما أشرقت به السماوات والأرض. بيحكى إن بعض الفقراء كان بيخدم واحد اسمه أبو سعيد الخراز وبيخفف عنه في أعماله، فتكلم أبو سعيد في الإخلاص إن الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. فالفقير ده قعد يتفقد أحواله ويدور أنا بخلص في إيه، فملقاش نفسه بيخلص في حاجة، فبقى بيقف عند كل عمل بيعمله وما يرضاش يعمله. فتعذر عليه قضاء حوائج الشيخ، والشيخ بقى اتضرب ده، فقال له: تعالى انت ما بقتش تقضي لي حاجتي زي ما كنت بتعملها الأول ليه؟ قال له: أنا سمعتك بتتحدث عن الإخلاص ومطالبة الإنسان نفسه بحقيقة الإخلاص، وأنا مش لقيها. فقال له أبو سعيد: لا تفعل، يعني قال له: أنا سبت الأعمال عشان ما فيش إخلاص. قال له: لا تفعل، إذ الإخلاص لا يقطع المعاملة. يعني لو أنت ما عندكش إخلاص، لو أنت ما بتعبدش ربنا على إخلاص تام، ما تقطعش العبودية اللي أنت فيها،
واظب على العمل واجتهد في تحصيل الإخلاص، يعني ادع ربنا أن يرزقك الإخلاص وإنك لا تريد إلا وجه الله. قال له أنا ما قلت لك أترك العمل، وإنما قلت لك أخلص العمل. فرق كبير جدا بين الاتنين، بين إنك تخلص العمل وبين إنك تقطع العمل بحجة إن مفهوش إخلاص. كتير مننا بيعبد ربنا، كتير مننا واقف عند الحسنات، كتير مننا واقف عند الأعمال الصالحات، كتير مننا نفسه ربنا يدخله الفردوس في الجنات. مش مشكلة، كل ده كويس، لكن اجتهد في إنك تدوق نور الله سبحانه وتعالى. أول ما قطرة من نور الله تنزل في قلبك هيتلاشى من قلبك حب كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى.